عمال الكهربائية يعودون اليوم الإضراب ويقررون تخفيض الحمولات بنسبة 40%. هل عدنا إلى المربع الأول أستاذ عثمان؟ طيب هو الواضح أنه نعم يمكن مش عدنا للمربع الأول. أعتقد أنه يعني الواضح أنه من منذ البداية في جائزة الهيكل الراتبي لعمال الكهرباء كان واضح أنه في مشكلة كبيرة جدا في تنفيذ الهيكل ده، باعتبار كلنا بنعلم أنه الآن الحكومة تعاني من ضائقة مالية ضخمة جدا وكبيرة جدا، وكلنا بنعلم أنه والله يا أخي يعني قد تكون الحكومة ما عندها، بل بعض التجارب تحدث أنه شبه المفلسة يعني، فكيف حتنفذ هيكل راتبي بالضخامة دي؟ الواضح أنه كان في نوع من المحاولة للاسترضاء بأي ثمن يعني. أضف لأنه أنت هيكل راتبي في جهاز هو تابع للدولة بالشكل الأجهز به ده، بالقطع أنه حيخلق لك مشاكل أو حيخلق لك تشوهات في مسألة الخدمة المدنية وتفاوض في المرتبات داخل الخدمة المدنية. ويمكن المقارنات كلنا من أجهز الهيكل الراتبي قريناها في أنه والله يا أخي عامل في مدخل الخدمة مرتب بساوي مرتب 4 بروفيسور في كلية الهندسة في جامعة الخرطوم، فالمقاربة هنا خلقت أزمة. أعتقد أنه نحن محتاجين لأنه الناس يعني قدر إمكان يحاولوا المعالجة بشكل منطقي وعقلاني، في أنه الكل يجلس اللي هي المعالجة الكلية. يمكن إذا دا نتحدث عن حد أدنى للرواتب، كل القطاعات فيها مشكلة، كل القطاعات فيها تململ، فيها بداية إضرابات، فيها يعني بل فيها قطاعات خشت في إضرابات. طيب فعلا، فده كله بيخلي. طيب ما هي الخيارات أمام الحكومة لمعالجة هذه الأزمة؟ أعتقد إنه الخيارات إحنا هسي مشكلتنا قبل الرواتب مشكلة سياسية، يعني مشكلة سياسية. أنا أعتقد إنه حتى الرواتب نفسها اللي بيحصل فيها هو من ظلال الإشكال السياسي الموجود. يعني أنت أولا حل الإشكال السياسي، حاول خلي البلد تعود لطبيعتها عشان يكون فيها حركة اقتصادية تخلق لك موارد. يعني إحنا بنتكلم طيب وزارة المالية مواردها شنو؟ زي ما قال جبريل والله هي موارد الضرائب، ما عندها خيار غير كده. طيب أنت وصلت الضرائب لدرجة إنه شخص في الدمازين بيكفي المتجر، يعني ما قادر عشان أنت فرضت عليه ضريبة عالية بيكفي للمتجر، طيب حتجيب موارد منين؟ إذا ظل المشكلة السياسي واحد موجود، المحاربة الفساد أصلا ما في جدية في الحرب على الفساد، ما في جدية في إنك أنت تعالج يعني القطاعات الإنتاجية وتحاول تدعمها وتعالج مشاكلها، أعتقد إنه أنت حتظل. لأنه أنت هسي الليلة بتتكلم عن دائرة موارد بتمشي تفرض ضرائب على الزراعة، بتمشي تفرض ضرائب على القطاعات الإنتاجية على الصادر، فوقفت كل الموارد الممكن تجيب لك دخل عشان تدعم به المرتبات وتدعم به الخدمات وإلى آخره. أنت بضغطك عليها بضرائب عالية يعني أخرجتها عن العمل. طيب أنت قلت إنه حل هذه المشكلة يجب أن يتم حلها بشكل جذري كلي سياسيا، ما هي مقترح المعالجة السياسية؟ يعني ما الذي يتوجب على وزارة المالية أن تفعله؟ أنا بتكلم عن حل سياسي تقوم به وزارة المالية. وزارة المالية ما تكون وزارة المالية جهة فنية، فما بتقوم بحل سياسي. أنا بتكلم عن إنه المشكل بتاع البلد هو مشكل سياسي، حل المشكلة السياسية أنت كدولة. من اللي بيحل المشكلة السياسية؟ حل المشكلة السياسية الفاعلين في المشهد السياسي يعني، والبيدهم قرار السياسي اللي هو معروفين يعني. ما أقول لك والله بحل المشكلة السياسية البرهان، والله أقول لك حميدتي، والله أقول لك خالد عمر يوسف، فديل اللي بحل المشكلة السياسية معروف. فأنت أبعد حل المشكلة السياسية بحيث البلد تكون في شكل طبيعي عشان تجد موارد تحل بها الإشكالات الموجودة في كل القطاعات، القطاعات الخدمية، القطاعات الخدمة المدنية، غيرها من القطاعات اللي هي إذا نتكلم عن مشكلة المرتبات، مشكلة المرتبات مش في الهيئة القومية للكهرباء ولا في ديوان الضرائب ولا في جامعة الخرطوم ولا في قطاع المعلمين. نحن بعد يومين خاشين عليه المدارس، ومتأكد إنه يوم يومين المعلمين حيضربوا لأنه يكون مرتبه ما بكفيه فيه ويمشي البيت ويجي راجع للمدرسة. فدي إشكالية حتظل يعني حتستمر وحتكون كرة تلج كل يوم ماشية زايدة. ده مضاف له إنه أنت بتتكلم عن قطاعات ممكن تكون سلاح الإضراب، تضغط عليك بالإضراب، لكن في قطاعات تانية ما عندها إمكانية إنها رفاهية إنها تضرب، ما عندها. زي شو كمان؟ القطاعات اللي هو الناس اللي حياتهم يومية طبعا هناس هسي يتقفلوا دكاكين. أنا أعتقد إنه حتى
التجار بتاعنا دمها متاح له وسلاح الاضراب يعني يمكن دكانه يحتاج، لكن عامل اليوميه اللي هو بيمشي عشان يشتغل له يعني في حته يمكن ما ياخذ يومته ويجي ده ما عنده سلاح ما عنده رفاهيه اضراب بيبيع يعني مويه في الطرقات ده ما عنده رفاهيه انه يضرب ده وسيلته بتكون وسيله ثانيه اللي هي وسيله اعنف عشان يوصلك احتياجه او يوفر لقمه عيشه ممكن يلجأ لوسائل اعنف من انه يضرب يعني.